بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في سلسله تعليم برنامج سوليد وورك سيموليشن توتوريال الخاص بماده التصميم باستخدام الحاسب الالي في موضوع الفاينات ايليمنت اناليسيس. معكم المهندس اسلام محمد، مدرس مساعد بكليه الهندسه جامعه بورسعيد قسم هندسه الانتاج والتصميم الميكانيكي. ان شاء الله النهارده هنبدا ناخد تمرين جديد وبنتكلم عن موضوع الكومبايند ستريسز او الاجهادات المركبه. كنا اشتغلنا في السكاشن اللي فاتت عن شابتر واحد واثنين وثلاثه، سواء بقى للبار والبيم والفريم والتراس. هنبدا ناخد مجموعه تمارين، مجموعه التمارين دي بتكون بتتكلم عن موضوع الماشين ديزاين او التصميم الميكانيكي. زي ما احنا عارفين احنا درسنا ماده التصميم وكنا بنحل الكلام ده ثيوريتيكال باستخدام المعادلات. هنحاول نجيب كذا مساله، والمساله دي هنروح نحلها على برنامج السوليد وورك سيميليشن عشان نبدا برضو نربط ما بين المسائل اللي احنا بناخدها في ماده الماشين ديزاين او ماده التصميم، ونبدا نعمل تحليل الاجهادات على احدى البرامج زي السوليد وورك سيميليشن. موضوع الكومبايند ستريس او الاجهادات المركبه، ما يكون عندك مجموعه من الاجهادات النورمال ومجموعه الاجهادات من الشير، وبتبدا تجمع الكلام ده سواء بقى النورمال مع بعضه والشير مع بعضه، او لما يكون عندك مجموعه من النورمال ومجموعه من الشير بتروح تجمعهم باحدى النظريات المشهوره زي نظريه الماكسيموم نورمال ستريس او نظريه فون ميسيز او تريسكا، ودولت اكتر ثلاث نظريات مشهوره. وكنا بعد ما بنحسب الكلام ده بنجيب قيمه الاجهاد الكلي، ولو عايزين نحسب بقى معامل امان بنقول والله سيجما يلد على قيمة الاسترس اللي حاصلة عندك. تعالوا بقى نشوف المثال اللي عندنا أو التمرين اللي عندنا. التمرين اللي عندنا ده موجود عندكم في المرجع، ونبدأ نشوف بقى التمرين ده عبارة عن إيه. عندنا شكل براكت، والبراكت ده الكروس سكشن بتاعه عبارة عن مستطيل 50 في التي، حيث إن التي عبارة عن 9 مليمتر، والبراكت بتاعنا الارتفاع بتاعه كله عبارة عن 100، والعرض عبارة عن المسافة من النقطة دي لحد النقطة دي قيمتها 50، وقال لك معرضة لحمل أو للود قيمته 4.5 كيلو نيوتن. المطلوب نحسب قيمة الاسترس ونحسب معامل الأمان. وقال لك الماتيريال المصنوع منها هي عبارة عن الستيل 210 جيجا باسكال. كنا بنقول في الحالة دي بنشوف اللود اللي عندنا هنا بيبدأ يعمل ايه؟ عندنا ال 4.5 كيلو نيوتن دلوقتي بيبدأ يعمل ايه؟ ال 4.5 دول بيعملوا ايه؟ زي ما احنا عارفين خدنا الكلام ده في مادة التصميم، بتعمل لي هنا أول حاجة قوة على مساحة، يعني الاستريس بيساوي قوة على مساحة، بتعمل لي قوة شد أو بتعمل لي إجهاد شد. يبقى ال 4.5 دي على مساحة المقطع اللي هي عبارة عن المستطيل 50 في 9، يبقى أنت لو قسمت الكلام ده يطلع لك بكام؟ ب 10 ميجا باسكال. ده اول اجهاد بيحصل عندك في المساله اللي قدام. طيب الحاجه الثانيه، انت عندك هنا ان القوه مترحله على بمسافه 50، يبقى اذا ان القوه دي بتعمل لك ايه؟ بتعمل لي مومنت، والمومنت ده يبدا يحسب لي سيجما بندنج. يبقى السيجما بندنج بيساوي الام في الواي على الار. تعال نحسب بقى الكلام ده، الام بتساوي كام؟ ال 4.5 في 10 في 3 في ال 50، ده كده حسبت قيمه مين؟ الام، وقيمه الواي هي مسافه النادره من الناترال اكسس او من السي جي للشكل اللي عندك اللي هو عباره عن المستطيل لحد النقطه اللي انت عايز تحسب عندها. وعزم القصور بالنسبه للشكل، شكل مستطيل بي اتش تكعيبه على 12. خلص بقى الكلام ده كله تطلع معاك بقيمه 60 ميجا باسكال. ده قيمه الاجهاد بالنسبه للتنشن وبالنسبه للبني. الاثنين اللي عندنا دول عباره عن مين؟ عباره عن نورمال استرس. يعني الاثنين من نفس النوع الاسترس اللي هو النورمال. في الحاله دي بنقدر نجمع النورمال ستريس جمع ايجابي، بنقول بقى والله كل واحد بقى باشاره، سواء بقى التنشن او كومبريشن او البندنج، سواء هو كان تنشن او كومبريشن. طيب في الحاله عندنا دي، انت عندنا هنا ايه؟ سيجما تنشن وسيجما بندنج، نقدر نجمع الكلام ده جمع ايجابي، نقول والله ان السيجما توتال او السيجما اللي مأثره الكليه على الجسم 10 زائد 60 70 ميجا باسكال. ده كده المطلوب الاولاني احنا حسبناه، حسبنا مجموعه الاجهاد على الشد واجهاد البندنج، وحسبنا الاجهاد الكلي اللي بيحصل على البراكت.
تعال نحسب بقى معامل امان. يبقى انت عندك معامل امان بيساوي ايه؟ السيجما يلد على السيجما فوليوم او على السيجما توتال او السيجما افكتيف، او قيمه السيجما اللي مأثره عندك على الجسم كله او قيمه الاجهاد كله اللي مأثر عندك. تعال بقى نشوف سيجما يلد. لو اعتبرنا ان السيجما يلد عندنا بالنسبه للستيل عباره عن 640، تقسمها على مين؟ تقسمها على 70، تطلع معاك معامل امان ب 9.1، ونقدر نقول ان الكلام ده سيف. الكلام ده احنا بقى، احنا عشان بس ما نطولش، احنا الكلام ده كله عايزين نروح نعمله على برنامج السوليد وورك. عايزين نربط بقى بين الماشين ديزاين او تحليل الاجهاد باحدى البرامج زي برنامج السوليد وورك سيموليشن. في المثال بتاعنا ده مثال احنا خدناه ك تمارين في ماده التصميم. تعال بقى نشوف احنا ازاي هنبدا نعمل شكل الموديل اللي قدامنا ده، ازاي نبدا نعمل الموديل بتاعنا ده على برنامج السوليد وورك، ونبدا نعرف له الباوندر كونديشن، سواء بقى هنا الفيكس سبورت اللي مثبت من تحت، او قيمه الاحمال اللي معرضه للجسم العام. هنروح على البرنامج. اول حاجه بحدد المستوى اللي هبدا اشتغل عليه، وابدا اختار الامر بتاع اللاين، وابدا ارسم خطين، سواء الخط ده والخط ده، وهبدا ادي ابعاد. المسافه دي كانت كلها عباره عن 100، والمسافه دي كانت عباره عن 50. كل اللي انا عملته ان انا مثلت الخطين اللي عندي دول. هبدا بعد كده اروح لل الولدمنت، وابدا اعرف ان الخط ده ليه كروس سيكشن، والكروس سيكشن بتاعه كان عباره عن مين؟ كان عباره عن مستطيل. تعال بقى نعرف الكلام ده كده باستخدام الشكل اللي قدامنا، وتعالى نروح نعمل ايديت للسكتش، ونرسم بقى شكل السكتش بتاعنا اللي هو كان عباره عن مين؟ عباره عن مستطيل ابعاده 50 في 9. هنبص بقى على الشكل بتاعنا. ادي شكل الموديل بتاعنا، اتعرف اللي هو عباره عن لاين وليه كروس سكشن. تعال بقى نروح على المديول الخاص بالسيموليشن، ونبدا نفتح مديول جديد، ونقول التمرين ده بتاعنا كان عباره عن تمرين رقم 21، ونبدا نعرف. هتلاقي هنا الجسم اتعرف عندك هنا ايه؟ ليه 3 جوينت. ادي الثلاثه جوينت اللي عندنا، ونبدا نعمل اول حاجه ان الماتيريال بتاعتنا عباره عن ستيل، ونشوف قيمة السيجما يلد. ادي قيمة السيجما يلد كانت عندنا هنا ب 620. يعني احنا لو رحنا بقى على المثال بتاعنا، احنا كنا واخدينها 640، دي عبارة عن 620. ونعمل ابلاي ونقفل الكلام ده. تعال بقى نروح نعمل الخطوه الثانيه اللي هي عباره عن الباوندري كونديشن، التثبيت. احنا عندنا تثبيت فين؟ عندنا فيكسد لي عند الجوينت اللي عندنا تحت دي، ونبدا نعمل علامه صح. بعد كده نبدا نحط اللود، واللود اللي عندنا هو احنا عندنا بقى الشكل قدامنا على الجوينت ده. نبدا نعرف الجوينت، ونروح لقيمه الجوينت، ونختار بقى المستوى اللي هيكون عمودي عليه، ونبدا نحط قيمه اللود اللي هي عباره عن كام؟ 4.5 في 10 اس 3. تعال بقى نشوف شكل اللود اللي عندنا.
ونعمل علامة صح. تعالى بقى نبص كده، هتلاقي عندك ادي الحمل اللي عندك اللي بيعمل لك هنا القوة بتاعت الشد، بيعمل لك ايه؟ بيندنج سيلز. نعمل بقى خطوة المش، نعمل كريت للمش. تلقائي يتعرف ان المش بتاعك ال 1 دي element، وبعد كده نبدأ نخش على الرن ونبدأ نختار او اعمل سولف بقى عشان نبدأ نشوف شكل النتائج. بيطلع لك طبعا تلقائي قيمه الاستريس والديفورميشن. نعرف بس الوحدات ب الميجا باسكال. هتلاقي عندك هنا قيمه الاستريس طالعه بكام؟ ب 70 ميجا باسكال، وده اقصى اجهاد حاصل للجسم نتيجه مين؟ نتيجه التنشن و البندنج ستريس. وده شكل الانيميشن بقى للشكل اللي قدامنا. وتعال بقى نبص على برضو قيمه الاستطاله. طالع ب 0 علامه 0.98 من 1000، ده قيمه الاستطاله. وتعال بقى نشوف بقى قيم معامل الامان اللي كان طالبه المطلوب الثاني. تعالى بقى نبص على معامل الامان ونبدا نعمل علامه صح. تعالى بقى طلع معاك معامل الامان بكام؟ ب 8.9. تعال نرجع كده للكلام اللي احنا كنا حليناه على برنامج او على حل الثيوريتيكال. كنا مطلعين قيمه الاسترس ب 70 ميجا باسكال، وكنا مطلعين قيمه المعامل الامان اللي هو 620 وكسر. تعال بقى 620 وكسر اللي هو بتاع السيجما ايل على قيمة الاستريس طلع معاك ب 8.8، وده الكلام اللي طلع معانا بنفس القيم بالنسبة للبرنامج. تعال بقى نحسب بقى مين قيمة التنشن. لو انت عايز تشوف بقى قيمة التنشن لوحدها، ادي عندك هتلاقي قيمتها كام؟ ب 10 ميجا باسكال. ده تأثير قيمة التنشن. وادي قيمة البندنج ستريس اللي هي طالعة معانا ب 60 ميجا باسكال. وده بقى مجموع الاثنين لما يكون عندك التنشن والكمبريشن مع بعض، الاكسيال لود او التنشن والبندنج مع بعض بيطلع لك قيمه 70 ميجا باسكال. وكاتب لك تحت ان السيجما ييلد او اليلد سترينث ب 620 و4 من 10. احنا كده خلصنا التمرين بتاع النهارده. كانت الفكره بتاعتنا ان احنا نبدا نجيب مسائل من التصميم ونشتغل على مجموعه الاجهادات المركبه، وناخد مثال تطبيقي ونبدأ ازاي نحله باستخدام المعادلات، ونروح على برنامج زي برنامج سوليد وورك ونحل الكلام ده. احنا كده خلصنا السكشن بتاع النهارده، وان شاء الله نلتقي في سكاشن.